السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي ملوك دور الزين، أجدع رجالة وأجمل إخوات، رجعنا لكم بفيديو جديد ومعلومة جديدة على البعض مننا، وهنتكلم فيها عن 5 فيتامينات مهمة جدا للطيور الكل بيحتاج ليهم باستمرار، وهما فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين D وفيتامين B12. هنعرف أهم مصادرهم الطبيعية وإيه هي الخضروات والفواكه والبذور اللي بتحتوي على الفيتامينات دي بنسب عالية. لكن قبل ما نتكلم، ياريت كل اللي بيشاهدنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد باستمرار على قناتنا وقناتكم ملوك طيور الزين. رجعنا لكم مرة تانية. من الفروق المهمة بين المربيين المحترفين والمربيين الهواة في مجال تربية طيور الزينة، ان المربي المحترف دايما بيميل لتوفير معظم احتياجات طيوره من الفيتامينات والمعادن باستخدام التغذية الطبيعية وليست الادوية. والكلام ده مش علشان الاضرار الجانبية للادوية بس، لكن المحترف عارف كويس جدا انها افضل بمراحل في تأثيرها الايجابي على كل شيء متعلق بالطيور عنده طوال السنة، من صحة الطيور وتزاوجها وتفرخها حتى الزغاليل. نتائج التغذية الجيدة بتفرق معاها بشكل كبير، وده طبعا ناتج خبرات تراكمت عنده خلال سنوات رعاية وتربية للطيور. اما المربي الهاوي، اعتماده على الادوية بيكون بسبب قلة خبرته وعدم معرفته بمصادر الفيتامينات الطبيعية. علشان كده انا النهاردة هقولك على المصادر الطبيعية الاهم 5 فيتامينات بنحتاج ليهم باستمرار ومفيش غنى عنهم. اولهم فيتامين A، وده بيكون موجود بنسب عالية في الخضروات والفواكه. واهم الخضروات والفواكه اللي بتحتوي على فيتامين A الجزر، الكوسة، القمح، الذرة، الفلفل الحلو، البروكلي، الكرنب، السبانخ، التمر. وطبعا في سلسلة شروحات عن فوائد الخضروات والأعشاب والبذور على القناة، هتلاقي فيها شرح لبعض الحاجات دي، والباقي هينزل تباعا إن شاء الله على القناة. الفيتامين الثاني وهو فيتامين سي، موجود بنسب عالية في البرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والأناناس والفلفل والبروكلي والأرنبيط. اما الفيتامين الثاني ففيتامين A وهو فيتامين التخصيب والتزاوج، وده موجود باكبر نسبة في القمح والجرجير والبطاطا الحلوة واللوز وعين الجمل والبرسيم. اما فيتامين د فموجود في فول الصويا والشوفان وصفار البيض، ده غير اهم مصدر ليه واللي مفيش غنى عنه اشعة الشمس اللي لازم تتعرض ليها الطيور بشكل يومي بطريقة غير مباشرة. اخر فيتامين معانا هو فيتامين B12، وده بقى افضل طريقة للحصول عليه عن طريق وجبة الزبادي بلبابة العيش، ووجبة التونة المصفاة من الزيت، ووجبة ارجل الدجاج، ووجبة الدود القباب اللي هو دود الميل وورم. وفي شرح لثلاث وجبات منهم على القناة وعلى مدونة ملوك طيور الزينة بشكل حصري، وهما وجبة الزبادي ووجبة الدجاج ووجبة الميل وورم. وان شاء الله هيكون في شرح الوجبتين قريبا جدا بشكل حصري كالعادة، منهم وجبة التونة والتانية ان شاء الله وجبة مفاجئة. وياريت الاخوة اللي اعتمادهم بشكل كامل على الادوية يبدأ من دلوقتي تدريجيا الاعتماد على المصادر الطبيعية، وصدقني مع الوقت هتشوف نتائج اجمل من نتائج الادوية. ربنا يحفظ طيورنا وطيوركم من كل شر. تحياتي بهاء محمد.